ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على توقعات الاسبوع الاول لشهر اكتوبر لعام 2020 لاصحاب برج الثور. برج الثور عندنا الاسبوع الاول هيكون ايجابي كتير في بعض المواقف، وهيكون في تغيرات. يعني ايه؟ يعني بالفعل عندنا تغيرات، وتغيرات في الوضع الدراسي، تغيرات في امورنا الحياتيه، تغيرات في الوضع المهني. بس التغيرات دي ليها علاقه بالتقل شويه، او انها فيها او هتعمل علينا ضغوط. يعني من الاخر، كان في الاول ممكن يكون عندك ضغوط عشان بعض الخلافات، بعض المشاكل، بعض مش عارف ايه، لكن حاليا انت عندك ضغوط عشان تخرج من المشاكل دي. وده اللي هياخد باله من النقطة دي كويس، لان مش كل برج الثور هيقدر انه يخرج منها، لان في جزئية هتقدر انها تغير وتساعد وتستغل فرصة التغيير اللي جاية لها. فبالتالي عندنا يكون في تغيير حلو، يعني يكون قد الضغوط دي، وفي نفس الوقت احنا عندنا نجاح ان احنا نتغير للأحسن، فاذا نعمل ثبات للحياة بتاعتنا. وجزئية تانية اللي ليها علاقة بالماضي، اللي ليها علاقة ان هي بتتأثر بكلام الاخرين، ده وقتها ممكن يحصل حالة ندم. خلوني اقول حاجة برضو من البداية يا برج الثور، الاسبوع الاول ده ياريت ان احنا نستغله جدا، ياريت ان احنا نكون عندنا وعي وتركيز قوي جدا جدا لكل حاجة حوالينا، لان بالفعل هيكون عندك فرص، عندك ايجابيات. بس من الاخر انت لازم انت اللي تقعد كأنك بتصطاد الفرص دي، فده لازم يحصل في خلال الاسبوع الاول. هقول لكم على حاجة تاني، انت عندك فرصة الاسبوع الاول قوية جدا، ما لحقتهاش، الفرصة هتجيلك في الاسبوع التاني، بس مش بقوة الاسبوع الاول، برضو في نفس الموضوع الاسبوع التالت، الاسبوع الرابع الفرص بتاعته هتكون قليلة. يعني لازم ان احنا نرتاح. كمان اقول لكم على حاجة تانية، ان الاسبوع الاول انت عملت خطوات فيه، استغلت فرص عندك، ده هيرميلك للي بعدين فيزود فرصتك، عن العكس، عن لو ما لحقتهاش بيخدمك بس مش بنفس القدر العالي. يعني بتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا قصدي اقصد ايه. عامة كمان يا برج الثور، في حاجة تانية كتير مهمة عايزة اتكلم عليها، عندك انك حاول تخرج نفسك من، يعني نخرج، نتفسح، نتعامل مع ناس حلوين، ناس جديدة، ناس تكون حبالك الخير، ناس تكون عايزاك ان انت خرجك من الحالة اللي انت فيها، لان يمكن الحالة عند نسبة من 85% لاصحاب برج الثور مش حلوة، حالة نفسية، ممكن تكون بنميل شوية للزعل، داخلين على حاجة جديدة، داخلين على مشروع، داخلين على سفر، داخلين على دراسة، فده مخليك ان انت برضو متوتر، فمش اللي هو بالقدر العالي من ان دماغك تبقى فايقة. فحاول على قد ما تقدر انك تفوق دماغ غصب عنك، اللي هو انا هخرج اعمل حاجة تبقى فيها تديني باور، تديني حاجة حلوة، فانت اللي تقدر تعمل ده لنفسك. برج الثور الوضع المهني، الوضع المهني هيكون في ليك، في سفر، في ليك ان انت هتكون علاقتك متميزه بالزملاء، مش كلهم، لان كلهم دي يعني بقى مش صحيحه، لان عندك اشخاص هتكون بتحاول انها تلعب في اوراق، تلعب في مستندات، اللي هو ايه ده ماله متغير ليه، ده ممكن يكون عنده كذا كذا، اروح اقول. فعندك ده، عندك ناس اللي هو قعدلك بالمرصاد، اللي هو عايزه تشوف انت عندك رد فعل ايه، طريقتك ايه، مين بيتعامل معاك ايه، عشان يحكوا عنك، عشان يطلعوا مساوئ، او عشان يحكوا عنك. فده لازم ان احنا نخلي بالنا كتير قوي قوي برضو في التعاملات، ما نديش امان. عندك اشخاص ايجابيين، اشخاص هيساعدوك ويدوك لبر الامان في امور كتير على فكره يا برج الثور، ويكونوا عامل مساعد قوي لامورك الحياتيه، ولكن مش كلهم. فعشان كده بقول ان الحذر واجب بشكل اعم. طيب ده الوضع المهني. من ناحية الوضع المادي، هيكون في عندك في اشخاص هيساعدوك ماديا، اشخاص اللي هم هيخلوك ان انت تكون مرتاح، او لما يعني هتحس انك مسنود، اللي هو من الاخر لو حسيت ان انا هقع لا انا عندي اللي يسندي. فعندك ده جدا. كمان يا برج الثور، عندك انك بتحاول تهايبر، يعني دماغك اللي هو هايبره كده، لو ممكن يجي لك وقت كده في خلال الاسبوع الاول تحس لو انا عايز اسمع اغاني، اغاني ممكن تكون الاولى من نوعها انك تسمعها، يعني فتبقى عايز تهيص معاها، عايز ان انت مش عارف ايه، تعمل جو ايه، عايزين ان احنا فعندك على فكره الشعور ده. عشان كده بقول ان احنا نستغل الشعور ده بان احنا نعمل حاجه حلوه، ان احنا ندي لنفسنا طاقه، ده يساعدك كتير في تحسين امورك المهنيه، تحسين في ان يخليك مركز مع الناس، انك تكون اوعى، ان انت تشيل جواك بعض الزعل او الحاله النفسيه اللي مش حلوه، لا نحليها، هيحسن كتير جدا جدا. طيب الوضع العاطفي،
الوضع العاطفي في الاسبوع الاول، يعني برضو هو مازال لسه بعض الاشخاص اللي بتتكلم على الحياة العائلية بتاعتكم، عندكم بتخططوا لشيء جديد في بالنسبة للناس المرتبطين، بتخططوا لحاجة مستقبلية ما بينك وما بين الشريك يا برج السور، لكن في نفس الوقت في خلال الاسبوع الاول انت مش شايف ان ممكن يكون الشريك عنده اللي هو القابلية، انا متحمس، لا فكرة التحمس مش موجودة، بتخططوا للمستقبل بس التحمس نفسها مش موجودة، حتة ان انت تلاقي ان الشريك معاك ومتحمس وعايز ان هو يعني يساعدك او الحاجات دي مش هتلاقوها مع كل الابراج يعني، وده كمان هتكلم عليه في الوضع العاطفي او التوقعات العاطفية، فعندك ده في خلال الاسبوع الاول، لكن بعدين هتلاقي ان الدنيا لا بتتحسن. كمان في حاجة تانية في خلال الاسبوع الاول، ان عندك حتة وهم كده ان يعني عندك ان الشريك شاكك ان الشريك مش بيحبك قوي، عندك حالة كده من الزعل، يمكن عندك تفكير في الامور المهنية وامورك الاجتماعية وده مؤثر على علاقتك مع الشريك فمخلي العلاقة متوترة، ولكن عندنا في خلال الاسبوع الاول ان بالنسبة للناس اللي لسه مش مرتبطين او اللي معجبين بحد، انتوا عارفين ان انتم بتتراقبوا وعارفين ان انتوا في ناس كتيرة بتتكلم عليكم من الجنس الاخر اللي هو عايزين نرتبط بيهم، عايزين نحبهم، عايزين يحصل مش عارف ايه، فعندك ده جدا انت عارف ده، فعندك حتة اللي هو ايه، لا الدنيا بخير او الدنيا بخير، في لذاذة في الموضوع، فعندك ده يا برج انصار جدا. فالوضع العاطفي في خلال الاسبوع الاول على قد ما انت يعني متقلب، خليني اقول الاسبوع الاول هو البداية او يعتبر بالنسبة لنا الشهر هيبتدي بحلاوته امتى، عندك من يوم 4 في الشهر، من يوم 4 الدنيا عندك هتبدأ ان هي تتحسن. الاسبوع الاول ارجع واقول تاني ضغط تقيل شوية لكن سهل الممتنع، يعني سهل ان انت تحصل على الفرصة، لو انت قابلت اول فرصة ولحقتها وقدرت ان انت تضغط على نفسك يبقى بالنسبة لك ده كده خلاص سهل، يبقى اسبوع سهل مش صعب، فممكن يبقى صعب على حد تاني مستصعب الموضوع، اما لو جينا على نفسنا شويه لا هنقدر ان احنا نكون ايجابيين. طيب بالنسبه للوضع الاجتماعي، لا في اشخاص بتتكلم علينا كلام سيء، السمعه ده بزال، يمكن الموضوع مش هدي، الموضوع اختفى او اختفى ظاهريا لكن في كلام من تحت لتحت، ولسه انتوا عارفين ان الموضوع ده موجود. يعني عامة كمان برج انصار انت عندك بتهتم بشياكتك ومظهرك ولبس والكلام ده كله، ده على فكرة بيخلي الناس انها تتكلم، على قد ما ده بيخلي في اعجاب من الاخرين ليكم، لكن في ناس بتتكلم اللي هو ايه ده هم عاملين كذا ازاي، ايه ده مش عارف ايه الكلام ده. عايز اقول حاجة بس تعتبر من النصايح في خلال الاسبوع ده، ابتعد عن مقارنة الاخرين بيك او ان حد يقارنك بالاخرين، ما تديش فرصة ان حد يقارنك بحد يا برج انصار، النقطة دي مهمة كتير، مش هيفهمها الا اللي هيمر بحاجة زي كده وهيعرفوا احساسهم عليهم عامل ازاي، لانها تكون بتسير السلبية ومشاكل كتيرة جدا. طيب برج انصار كمان عندك الوضع الصحي، لازم نخلي بالنا جدا جدا من طريقة أكلنا، من الشرب بتاعنا، نبتعد عن الدهون والسكريات جدا خلال الأسبوع ده، لأن هيحصل مشاكل في البشرة، دهون، هيحصل فيه حاجات كده مش حلوة. عامة أنا بتمنى كتير إن أنا أكون فدتكم أسبوع إيجابي، أسبوع حلو. عامة أنا مش هطول عليكم، ما تنسوش اللايك وشير وشير في القناة وتفعيل الجرس. سلام.